السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين يحتوي على متراجحة في دالة اللوغاريتم النبيري. إذا التمرين يقول حلف R المتراجحة 4 ln مربع ديال X ناقص 3 ln X ناقص 1 أصغر من أو تساوي 0. إذا أول خطوة هي تحديد مجموعة تعريف المتراجحة. دائما خصني نحدد مجموعة تعريف المتراجحة. إذا مجموعة تعريف المتراجحة x كتنتمي ل r. حنا كنشوف الشروط. اذا حنا عندنا ln ديال x، وبالتالي الشرط اللي كاين هو ان x يكون موجب قطعا. اذا مجموع التعريف هو المجال صفر زائد لا نهايه. الان غادي نحاول نحل المتراجحه. اذا عندنا 4 ln كاري x ناقص 3 ln ديال x ناقص 1 أصغر أو تساوي 0. إذن هاد النوع ديال المتراجحات، عادة في المتراجحات عندنا جوج ديال الحالات. إما غنلقى ألين ديال واحد التعبير أصغر من ألين ديال واحد التعبير، وهنا كندير هاد التعبير اللي داخل الألين أصغر أو أكبر حسب الحالة. أو الحالة الثانية ما كيكونش عندي الإمكانية ندير هاد الكتابة هادي، مي كيكون عندنا الألين كاري او الالين اس 3 او الى اخره. اذا في هذه الحاله فغنحاول نكتب هذا التعبير على شكل عوامل. عوامل هنا الالين زائد شي عدد، هنا كذلك الالين اصغر من صفر. اذا باش نكتب هذا التعبير هذا خصني ممكن نستعمل الحدوديه من الدرجه الثانيه. اذا حنا كنشوفوا بان هذه المتراجحه راه على شكل 4 الالين مرب الالين ديال اكس الكل أس 2 ناقص 3 الألين ديال X ناقص 1 أصغر أو تساوي 0. إذا ممكن نوضع ألين X كتساوي لنا كون X، وبالتالي غتصبح عندي هاد التعبير على شكل 4 X مربع ناقص 3 X ناقص 1. إذا الهدف بطبيعة الحال من هاد التغيير هو نعمل هذا التعبير هذا. اذا حنا عندنا واحد الحدوديه، باش نعمل هذه الحدوديه خصني ندير دلتا ونحلق الحلول، ومن بعد نكتب الحدوديه على شكل عوامل. اذا كنديروا دلتا اللي كيساوي لنا ب مربع اي 9 ناقص 4 مضروبه في ناقص 1 مضروبه في 4. اذا هي 9 زائد 16 أي تساوي 25. إذا الجذر ديال دلتا كيساوي جذر 25 أي 5. يعني هاد المعادلة هاد الحدودية لها حلان. إذا إكس كتساوي ناقص بي اللي هو 3 ناقص 5 على جوج على جوج أ اللي هي 8، أي كتساوي لنا 3 ناقص 5 هي ناقص جوج على 8 أي ناقص 1 على 4. أو X كتساوي 3 زائد 5 على 8 أي 8 على 8 أي 1. يعني هاد الحدودية لها حلين، 1 وناقص 1 على 4. يعني هاد الحدودية ممكن تكتب على الشكل هذا. إذا هو 4 عامل X ناقص X1 اللي هو 1 عامل x ناقص x2 اللي هو زائد. اذا ناقص ناقص هي زائد. اذا هذه الحدوديه كتكتب على هذا الشكل هذا. يعني اللي كيهمني هو هذا التعبير عندنا الالين كيمكن له تكتب على هذا الشكل. اذا 4 عامل x هي ln x ناقص 1 عامل ln ديال x زائد 1 على 4 أصغر من أو تساوي صفر. يعني هاد الكتابة اللي درت كاملة كيمكننا نديروها في الوساخ، واللي كيهمنا هو هاد التعبير هذا. إذا دابا كتبنا الإعلان، كتبنا هاد التعبير على شكل جداء عوامل، وبالتالي دابا كيسهل عليا نحدد الإشارة ديال هاد التعبير هذا ودير هاد التعبير هذا، ونحدد الإشارة من بعد ديال الجداء. إذا شنو غدنا؟ لدينا الإعلان ديال إكس ناقص واحد. دابا غادي نحددو الإشارة ديال ln x ناقص واحد.
إذن ln x ناقص واحد أكبر تساوي صفر، تكافئ ln ديال x أكبر من واحد، واحد راه هي ln ديال e، أي تكافئ أن x أكبر من e. الحالة الثانية، ln ديال x زائد واحد على أربعة أكبر من صفر، تكافئ ln ديال x أكبر من ناقص واحد على أربعة. إذن هاد ناقص واحد على أربعة راه ممكن نكتبها هي ln ديال الإكسبونونسيال ناقص واحد على أربعة. إذن تكافئ x أكبر من الإكسبونونسيال ديال ناقص واحد على أربعة. إذن دابا غادي نديرو جدول الإشارة باش نحدو الإشارة ديال هاد الجداء هذا. إذا عندنا صفر المتراجع حسن كينعدمو في أو أس ناقص واحد على أربعة في أو زائد لا نهاية. إذا الآلان ديال إكس ناقص واحد، الآلان ديال إكس زائد واحد على أربعة، وهنا كنديرو الجداء ديال هاد التعبيرين بجوج، يعني الآلان ديال إكس ناقص واحد على الآلان ديال إكس زائد واحد على أربعة. إذن الآلين ديال x ناقص واحد كتنعدم في الأو، كذلك الجداء تاهو كينعدم في الأو، التعبير الآخر تينعدم في الإكسبونسيال ديال ناقص واحد على أربعة. إذن الآلين ديال x ناقص واحد كيكون موجب عندما يكون x أكبر أو يساوي أو، إذن موجب سالب سالب. الآلين ديال x زائد واحد على أربعة كيكون موجب عندما يكون x أكبر من الإكسبونسيال ديال ناقص واحد على أربعة، إذن موجب موجب وهنا سالب. إذن قاعدة الإشارة زائد 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 ناقص زائد ناقص زائد. إذن دابا حنا كنقلبو على المتراجعين كتكون أصغر من أو تساوي صفر، يعني غادي ناخدو المجال السالب اللي كتكون فيه كيكون فيه التعبير سالب. وبالتالي فمجموعة حلول المتراجحة هو المجال الإكسبونسيال ديال ناقص واحد على أربعة أو